السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد الذي نخصصه اليوم لموضوع الجمع بين الإحسان والصيام في شهر رمضان. من أراد ربنا سبحانه وتعالى له الإكرام في الدنيا والآخرة أن يوفقه للجمع بين الإحسان والصيام في شهر رمضان. الله جل جلاله في كتابه العزيز يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون. والسابقون السابقون أولئك المقربون. فأقصى ما يمكن أن يطمح إليه الإنسان المؤمن في هذه الدنيا هو أن يكون قريبا من الله جل جلاله، أولئك المقربون. أن تكون قريبا من الله هذا أكبر المنى وأعظم الأعطيات، لكن القرب هنا ليس بمعناه القرب المكاني، فإن الله عز وجل لا يحويه زمان ولا مكان، ولكن المقصود به قرب العمل والعبودية والمحبة لله سبحانه وتعالى. ومن بين الأمور المقربة إلى الله وتجعلك سابقا في الخيرات أنك في رمضان تجمع ما بين الصيام والإحسان. فالله تعالى جلت قدرته شرع للمؤمنين والمؤمنات الصيام وشرع لهم الإحسان. ما هو الإحسان؟ هو إيثار بما لديه من مال و إعطائه للفقراء والمساكين، هو الصدقة، هو البذل، هو العطاء. والجمع بين الصيام والإحسان من الدلائل الواضحة على الإيمان. فالمرء قد يصوم لكنه قد يكون شحيح لا يتصدق. فالمرء مفطور على حب المال، كل واحد منا مفطور على حب الثروة، ويحبون المال حبا جما. كل واحد يتمنى أن تكون له قناطير من ذهب، لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه واديان، ولو كان عنده واديان لابتغى إليه متلات، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فابن آدم يحب المال حبا جما، مفطور على الشح والاستئثار بما يملك، لكن الله عز وجل في رمضان أرادنا أن نفطر أبداننا عن الطعام والشراب والشهوة، وأيضا أرادنا أن ننفق مما أعطانا من مال. فلو أخرج المؤمن وأنفق من ماله على الفقراء والمساكين كان ذلك دليلا على إرادته التقرب من الله عز وجل، وعلى تخلصه من الشح الملازم لأكثرنا. فرمضان هو شهر الخيرات والبركات، يستحب فيه الإكثار من الصدقات على اختلاف أنواعها. فالصدقة ليس لها حدود، قد تكون بدرهم بدينار، قد تكون بشربة ماء، قد تكون بشق تمرة، قد تكون بقطعة من الخبز، وقد تكون أكثر من ذلك. فالذي يتعود على الصدقة في رمضان سوف يعتادها بعد ذلك في كامل السنة، فيكتب عند الله من المتصدقين.
من تعود على العطاء في رمضان ولو قليل فإن الصدقة تصبح سجية وطبعا له، وهذا من أعظم أهداف الإسلام ومقاصده. يكفي أن نعلم أيها الأحباب الكرام أن الله تعالى في رمضان يتجلى بالكرم ويتجلى بالعطاء ويتجلى بالعفو والرحمة والمغفرة لعباده، فهو كل ليلة يعتق أعداد كبيرة من الخلق، يعتق رقابهم من النيران ويجود عليهم ويرحمهم. وربنا غلق أبواب النار وفتح أبواب الجنة وزينها وعطرها لاستقبال عباده المؤمنين، كل هذا من باب الجود والكرم والإحسان. فالله يعلمنا أن نكون على خطى الإحسان وعلى خطى الجود والكرم، وهو سبحانه وتعالى يرحم من عباده الرحماء، فمن رحم الناس وجاد عليهم فالله يجود عليه ويرحمه. هناك أبناك في السماء، نقوم بتخزين أموالنا هناك، أبناك في السماء لا تمسها اللصوص ولا السوس، أبناك ربنا وضعها لمن يدخر فيها أمواله، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما عندهم شعور بالخوف، الخوف يكون على المستقبل، ولا عندهم شعور بالحزن، الحزن يكون على الماضي. وإذا اقترن الخوف والحزن يعطينا الاكتئاب، فهؤلاء بعيدين كل البعد عن الضغوط النفسية، بل إن أعظم علاج للاكتئاب هو الصدقة. وربنا قال بأن من يتصدق لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإذا اجتمع الخوف مع الحزن يعطينا الاكتئاب، والذي أراد أن يزيل الاكتئاب ما يحتاج إلى أن يبحث هنا وهناك، فقط يأخذ مما أعطاه الله من مال ويبحث عن الفقراء والمساكين ويوسع عليهم، وتزول عنه الغمة وتزول عنه الضغوطات النفسية ويرتاح راحة عظيمة. لهذا كان النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحث صحابته ويحث من خلالهم أمته عبر التاريخ لكي يكونوا متنافسين في هذه الخيرات. كان يقول: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر، فرض الله صيامه وجعل قيامه تطوعا، من أدى فيه فريضة كمن أعتق رقبة وكمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ورمضان شهر يزداد فيه رزق المؤمن، شهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان كمن أعتق رقبة، وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة. شهر المواساة يعني شهر الفقير يمد يده فيجد الغني يسبقه ويعطيه. الصحابة استدركوا وقالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال: إن الله يعطي الثواب هذا لمن فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، ولو قليل، اعطي ولو قليل، فإن الله تعالى يتقبله منك، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ثم قال: هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. الله صاحب الجود، الله صاحب الكرم، في أول الشهر ينشر رحمته، في أوسط الشهر ينشر مغفرته، في آخر الشهر يصدر حكما إلهيا ربانيا بعتق رقاب عباده من النيران. هذا هو رمضان. لهذا فشريعة الإسلام ندبت للإكثار فيه من الصدقات والإنفاق على المحتاجين والأهل والأقارب، كل هذا طمعا في نيل الثواب والأجر العظيم. ومما ينبغي التنبيه إليه أيها الأحباب الكرام أن الصدقة ليست كما يفهمها معظم الناس أنها عطاء مادي استعلائي يتفضل به الأغنياء على الفقراء، لأنه قد يكون هذا المعطي نظرة استعلائية يتعامل بها مع المتصدق عليه،
وربما صاحب هذا العطاء المن على مستقبل الصدقة، أو صاحبه أذى باللسان، فهذا مما يحبط العمل. إياكم ثم إياكم، من تصدق بصدقة فلا ينظر نظرة استعلائية ولا يعطيها بالمن والأذى حتى لا تحبط أعماله. ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إياكم أن تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وحتى من ليس عنده مال، ما عنده مال قصدك أحدهم، وكثير نلاحظ في مجتمعنا الآن الناس يطرقون أبواب أحبابهم ويطرقون أبواب من التمسوا فيه الخير، يقول له: ما عندي طعام، والله ما عندي لا زيت ولا سكر ولا دقيق، أو يقول له: والله إن فاتورة الماء والكهرباء تراكمت علي ولا أستطيع أن أؤديها وأنا مهدد بأن يقطعوها، أو يقول: إن فاتورة الكراء تراكمت علي شهور طويلة وأنا مهدد بالإفراغ، أو يقول: إني عندي دواء كثير وعلاج باهظ الثمن، والله ما عندي. قد تسمع هذا كثير في مجتمعاتنا، وخصوصا في زمن الكورونا. فمن جاء يدق بابك فاحرص على أن تستقبله استقبالا حسنا، وأن تعطيه مما أعطاك الله ولو قليل. فإذا أعطيته أعطيها له بكلمة طيبة ولا تبطلها بالمن والأذى. فإذا لم يكن عندك مال، ما عندك مال، لا تقل له كلام جارح، ممكن أن ترده بكلمة طيبة. قل له بأن الظروف صعبة، وأنك أيضا أنت نفسك من هؤلاء الذين ما عندهم موارد. قل له كلام هين، كلام لين، كما قال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول معروف، قل له كلمة طيبة، الله يسهل علينا وعليك، الله يسهل، ودعي معاه ويدعي معاك دعوة الخير. قول المغروف ومغفرة خير من صدقة. طب قول خود شد كترتو ثم يا دائما هذا كلام فيه شرح للمشاعر وفيه طعن للكرامة، هذا قول المعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. الله صاحب الغنى وأعطانا اسم الحليم، لابد أن تكون حليما. قد تكون من الذين يتراكمون عليه الناس، بعض الأشخاص ربما الناس يتوسمون فيه خير ويطرقون بابه دائما، إما صاحب تجارة وإما صاحب مشروع إحساني يطرقون بابه دوما، فقد يصاب بالقلق والضجر. لا، اتصف بالحلم، والله غني حليم. الحليم من يمسك نفسه عند الغضب، لا يغضب ولا يكون قلما جارحا. وقدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان يعطي ولا يخشى الفقر، حتى إنه مرة كان عنده واد من الغنم، فقال: يا محمد، هل هذا مال أمك وأبيك؟ قال: اعطيني مما أعطاك الله. فقال: هل أعجبك؟ قال: نعم. قال: خذه فهو لك كله. سيدنا النبي لم يقع معه في شجار أو عراك، حتى في الرواية أن هذا الأعرابي أمسك النبي الكريم من تلابيب ثيابه، قال: اعطني مما أعطاك الله، هل هذا مال أمك وأبيك؟ فسيدنا النبي قال: اتركوه. قال: هل أعجبك؟ خذه إذا. فأخذه الرجل. كان سيدنا النبي هينا لينا، ياما تعرض للأذى، تعرض من الكفار والمشركين، وتعرض للأذى أيضا من الأعراب. الأعراب الذين قالوا آمنا ولكن لم يسلموا، لم يؤمنوا إيمانا صادقا، لا زال في قلبهم شدة وغلاظة. ومع كل ذلك كان سيدنا النبي الكريم دائما فيه الجود والعطاء طيلة السنة، لكن في رمضان كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الخير من الريح المرسلة، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، لأنه كان يقول: الصدقة كلها مطلوبة لكنها في رمضان مضاعفة، أفضل الصدقة في رمضان تعدل 70 مرة، الحسنة 10 أمثالها، لكن في رمضان الحسنة 70 من أمثالها. وكان يحط خصوصا على إفطار الذي لا يجد طعاما،
هناك فقراء لا يكادون يجدوا طعام، هناك أيتام، هناك أرامل، هناك مساكين، وعندهم عيال كتر ما عندهم قدر على الطعام. فقال: من فطر صائما كان له مثل أجري، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فنحن مطالبين أيها الأحباب الكرام في هذا الشهر الفضيل أن نجمع ما بين الإحسان والصيام. فتفطير الصائمين هو مطلوب، ورأينا الحمد لله والمنة في أوائل الشهر الفضيل هناك أعداد كبيرة من أهل الخير وأهل الفضل رجالا ونساء يتسابقون في توزيع قفف رمضان، القفة الرمضانية التي تحتوي على المواد الغذائية من دقيق وزيت وسكر وشاي وزبادي وقهوة وغيرها من الأمور الأساسية. هناك صلحاء كانوا يوزعون قفة رمضانية ومعها مع غلاف مالي يكون مرافق للقفة. ما دور هذا الغلاف المالي؟ لما يعطى هذا الفقير القفة يعطى له الغلاف المالي لكي يشتري به مواد غذائية لا تستطيع أن تبقى مدة طويلة، كالخضروات وكالفواكه وكبعض اللحوم كدجاج أو سمك. فكان الصالحون هكذا يفعلون، رأيت كثيرا منهم يفعلون هكذا، يعني قفة ثمنها 500 درهم ومعها غلاف مالي أيضا قدره 500 درهم يعطى لكل عائلة فقيرة محتاجة، وهذا خير عظيم. وقد تكون هذه الأمور تقوم بها بعض الجمعيات، جمعية أهل الخير وأهل الفضل. لا شأن لنا بمن يقومون بصراع سياسي وحملة انتخابية، لا شأن لنا بذلك. المهم أن يتم إطعام الفقراء والمساكين في رمضان. وربنا عز وجل جعل بأن الإحسان يقوم على تفطير الصائمين وأيضا إطعام الطاعمين، لقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد تسابق سياسي ولا حملة انتخابية ولا سمعة بين الناس ولا أي شيء، وإنما نريد هذا الأمر، نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بل كل ما نريده دعوة خير بالرحمة والمغفرة والستر والعفو عند الله تعالى. والذي يجمع بين الصدقة وبين الصيام هذا من أسباب دخول أعلى الجنة. الجنة لها مقامات، الجنة لها 100 مقام، وبين المقام والمقام كما بين السماوات والأرض، كون شاسع لا يمكن للعقل البشري أن يحيط به. والذي يجمع بين الصدقة والصيام ربنا وعده بأنه سوف يدخله الجنة وسوف يعطيه أعلى مقام في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من بطونها وبطونها من ظهورها. يعني غرف الجنة هي قصور، لكل عبد يعطى 70 قصر، في كل قصر 70 جناح، وفي كل جناح 70 غرفة، وفي كل غرفة 70 من الخدم والحشم. وطبعا هي مصنوعة من البلور، يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام بعض الصحابة وقالوا: يا رسول الله، لمن هي هذه الغرف في الجنة؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. من هم الذين جمعوا هذه الصفات؟ لمن طيب الكلام، يعني احرص أن تقول كلاما طيبا مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، حتى ولو قالوا هم كلاما جارحا، حتى ولو قالوا هم كلاما صادما، إياك أن تنزل إلى مستواهم، وإنما خليك دوما عالي المقام، قل كلاما طيبا. لمن طيب الكلام وأطعم الطعام، بين الفينة والأخرى اطبخ طعاما واعطيه للفقراء وللمساكين. فإذا لم يكن هذا الطعام
مطبوخا فليكن نيئا، غتقدم لعند مول الخضار او الجزار او الهري وتعطيه للفقراء والمساكين، اطعم الطعام. او انك تستدعي العائله والاحباب، تستدعي الجيران، تستدعي الاصدقاء، توسع عليهم، هذا كله خير، انك تجمع العائله والاحباب وتوسع عليهم. لمن طيب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام، يصوم رمضان وست ايام من شوال، ويصوم كذلك الاثنين والخميس والايام البيض من كل شهر، وصلى بالليل والناس نيام، لان الليل هو زمن الغفله، الناس يكونون يغطون في نوم عميق، زمن الغفله، فتقوم ايها المؤمن وتتوضا وتصلي لله عز وجل، ربنا يعطيك هذا النعيم الخالد. بل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يشجع على الصدقة والإحسان، ويقول بأنها متى اجتمعت الصدقة والإحسان مع الصيام ومع عيادة مريض ومع اتباع جنازة، هذا أوجب له الله تعالى الجنة. من أراد أن يكون من أهل الجنة مبشرا بالجنة في حياته، أنه يجمع ما بين صيام واتباع جنازة وعيادة مريض وإطعام مسكين في يوم واحد، هذه نعمة وميسرة. قال صلى الله عليه وسلم وسأل الصحابة، قال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. فقال النبي الكريم: يا أبا بكر، ما اجتمعت هذه الخصال في امرئ واحد إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة، كان من المبشرين بالجنة. فنحن أيها الأحباب الكرام، ربنا أعطانا هذا الموسم العظيم، موسم رمضان، علينا أن نستغله لكي نتسابق في الخيرات، والسابقون السابقون أولئك المقربون. من أراد أن يكون قريبا من الله تعالى عليه أن يجتهد في الصدقات. قد يقول قائل: أنا أدفع الضرائب، أنا أعطي الضرائب للدولة، والدولة هي التي ينبغي أن تنفق على الفقراء والمساكين وعلى الأرامل والأيتام، ما شأني أنا إذن؟ نقول أيها الحبيب الكريم: الضرائب حق الدولة تسأل عنه، ولكن ما يعطى للفقراء والمساكين سماه الله صدقة، وسماه الله تعالى إحسان وبذل وعطاء وإكرام، وجعل فيه فوائد، وجعل فيه ربنا عز وجل ثمرات تعود على صاحبها في الدين والدنيا، غير الضرائب. الضرائب ما فيها هذه، الضرائب حق الدولة، تنفقها على الموظفين، تنفقها على قطاع الأمن والعسكر وعلى الإدارات العمومية وعلى تسيير شؤون الدولة، ذاك اختصاصها. لكن الصدقة هذا هي تكون لله، وفيها فوائد لا تكون في الضرائب. من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أن الصدقة هي دواء تداوي الأمراض البدنية وفيها شفاء للمريض. قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فإذا كان عندك مريض واحترت في علاجه، فمن بين طرق العلاج من غير استشارة الطبيب والأدوية، هناك الدواء بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. كان الإمام ابن المبارك رضي الله عنه، جاء عنده رجل فقال: إنني أعاني من قرحة في ركبتي منذ 7 سنين، وقد عالجتها بأنواع العلاج، وأنفقت الأموال الكثيرة عند الأطباء ولم ينفع علاج. فقال الإمام ابن المبارك لهذا الرجل: يا سيدي، اذهب إلى مكان يحتاج فيه الناس إلى الماء، فاحفر بئرا، احفر بئرا لوجه الله، فإني أرجو أن ينبع هنا، هناك عين، فإذا
نبع هناك عين في الأرض القاحلة، أرجو أن الله تعالى يمسك عنك الدم من هذه القرحة. ففعلا الرجل انتدب بعض أصحابه وقاموا بحفر بئر في منطقة فيها الجفاف، وسبحان الله في اليوم التي نبعت فيها العين الماء أمسكت عنه الدماء من رجله فبرأ بأمر الله عز وجل. فالصدقة دواء للأمراض البدنية، وما أكثر القصص الواقعية الحقيقية لمن شوفوا وعولجوا ببركة الصدقة. بل إن الصدقة هي دواء للأمراض القلبية ودواء نافع لكل الأمراض المعنوية، من عنده القلق والتوتر، عنده الشعور بالاكتئاب والأحزان والضغوطات، من عنده قلب شديد مليء بالكراهية ويريد أن يغيره فلا يستطيع، ماذا يفعل؟ عليه بالصدقة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: إذا أردت أن يلين الله قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. حينما تطعم المسكين وتمسح رأس اليتيم فإن الله تعالى يداوي قلبك ويجعل فيه هرمون سعادة يتكاثر في قلبك ونفسك وروحك. أيضا من عنده وساوس شيطانية، عنده مرض جنون، هناك عائلات عندهم أولاد وبنات في سن المراهقة يصابون بوساوس خطيرة، أمهات وأباء أعرفهم طافوا على الأطباء وطافوا على الخبراء، خبراء في علم النفس وعلم الاجتماع، وطافوا على كل من عنده علم في هذا الميدان ولم يحصلوا على شيء. أحسن طريقة لطرد وساوس الشيطان وأحسن طريقة للتخلص من هذه الخواطر المرضية التي تصيب الكبار والصغار هي الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا. لذلك يكون المرض النفسي في الأصل دياله قد يكون هناك شيطان يمسك بعنقك، وقد يكون أكثر من شيطان، هناك من يستعين بشياطين آخرين حتى يصل إلى 70 شيطان، تسمى عند أهل السرع عند المحلة مجموعة يخنقونه. ويذهب الرجل عند الأطباء وعند الخبراء في علم النفس وعلم الاجتماع ويحضر إلى جلسات علمية، ولكن يبقى دائما يعاني من ذلك، لأن هؤلاء الشياطين لا ينفعهم شيء. الذي يقضي عليهم بعد ذكر الله تعالى وهو أن الإنسان يبذل صدقة للفقراء والمساكين، ربنا يفك عنه عن لحييه 70 شيطانا. ثم الصدقة أيضا تكون لمن أراد الرحمة والمغفرة والرضوان من عند الله. كلنا مخطئون، قد يكون الواحد منا أخطأ خطأ كبيرا، وقع في كبيرة من الكبائر، أنه وقع في سيئة من السيئات، في ذنب عظيم من الذنوب، وربنا يغضب. إذا غضب الله عليك انتظر بأن ربنا سوف يغلق عليك الأبواب. هناك أناس يشعرون بمتاعب في الحياة، يقول لك أنا عندي مشاكل كبيرة، مشاكل مالية، مشاكل أسرية، مشاكل مع الأولاد. اسأل نفسك لعلك كنت قد أغضبت الرحمن، أغضبت الله عز وجل، أغضبت الجبار، والله تعالى شديد العقاب. أحسن طريقة لكي نطفئ غضب الله هي عن طريق الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فلنبادر بالصدقة، ربنا يغفر ويعفو ويتجاوز. كذلك قد يكون عند الإنسان مال ولكنه خليط، عنده مال حلال زائد مال حرام، هناك تجار يبيعون ويشترون بالحلال، لكنه بين الفينة والأخرى قد تزهق، تمر صفقة مشبوهة أو تمر مبلغ مالي ربما محرم، ويختلط ماله الحلال بالحرام، وإذا دخل درهم واحد حرام إلى مال الحلال أفسده، لدى في مثل الصدأ يعتدي. أو قد يكون مال فيه ربا أو فيه أكل أمناس بالباطل، ماذا نصنع؟ نطهر المال بماذا؟ نطهره بالصدقة. قال ربنا عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالصدقة تطهر المال وأيضا تطهر النفس وتحقق النماء والزيادة في المال. وربنا عز وجل يوسع هذا الرزق ويحقق البركة. من يقول قائل أنا أعمل بالحلال ولكن رزقي قليل، ما عندي بركة، ما إن ينتهي الشهر حتى أجد نفسي عندي ديون والمال لا يريد أن يجتمع، ماذا أصنع؟ إذا أردت تحقيق البركة في المال والتوسعة في الرزق عليك بأن تبادر للصدقة. فربنا عز وجل يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله يخلف كل مال أنفقته في سبيله، وإذا أخلفه الله لك بالعشرات والمئات والألوف والملايين. قد تسأل بعض الأثرياء من أين لكم هذا؟ الكثير منهم كان رجل فيه الكرم وفيه الجود، فربنا وسع عليه وربنا أعطاه من الخيرات والبركات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة بورك له فيها، ويقول ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا الحديث النبوي الشريف كنت أحفظه وأنا صغير جدا، وغريب هذا الحديث. هذا الحديث وحده يكفيك، يعني كل الشريعة وكل الدين وكل علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتصاد وعلوم التربية وعلوم القانون كلها في كفة، وهذا الحديث بمفرده في كفة. هذا الحديث إذا حفظته وعملت به عندك دكتوراه في الأخلاق والتربية وفي كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، يعني لما تعطي المال لا ينقص ويزيد. المنطق الواقعي يقول المال إذا أخذت منه نقص، هذا الواقع، لكن الإيمان يقول كلما أخذت منه زاد وبارك الله فيه. ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. إذا كان عندك خصام وعندك اصطدام وخلافات مع أناس، إما في الأسرة إما في العمل إما في الجيران إما في العائلة الكبيرة إما مع الأصهار إما، فماذا عليك أن تفعل؟ هل تدخل معهم في العراك؟ هل تذهب إلى المحكمة؟ هل تقدم شكاية إلى وكيل الملك؟ هل تبحث كيف تؤذيهم؟ لا، أفضل طريقة ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، يعني العفو، خذ العفو، تعامل مع هؤلاء بالعفو، عفى الله عما سلف، رغم أنك خاسر ورغم أنك ضعيف، لكن الله وعد بأن عفوك هذا سيعطيك الله عزة ويعطيك الله مالا ويعطيك الله نعيمة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. كلما تواضعت لله ولخلق الله ربنا يرفع مقامك. وهذه وصفة مباركة أيها الأحباب، لو تمثلنا بها اعلموا بأن ربنا سوف يعطينا خيري الدنيا والآخرة. بل أكثر من ذلك، نحن لسنا وحدنا، هناك ملائكة الرحمن من حولنا يدعون لنا، فهناك ملائكة تدعو بالصباح وبالمساء ودعاؤهم مستجاب. كل يوم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا والملائكة تقول اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا. ملائكة تقول يا رب كل من أنفق كل من أعطى زده من الخيرات، أعطي منفقا خلفا. وتقول وأعطي ممسكا تلفا، وأعطي ممسكا تلفا، الذي يمسك المال أتلف له هذا المال، يبقى هكذا ممسوك. هناك أناس عندهم أموال كثيرة مرصودة في الأبناك ممنوعين منها، لا يأخذونها وكأنهم محبوسين بينهم وبين حجاب حتى يمضي العمر ويهرم ولا ينفقها، ثم تبقى خلفه للورثة يتصارعون عليها والعياذ بالله. لهذا أفضل الأعمال التي يحبها ربنا عز وجل إدخال السرور إلى قلوب العباد، إدخال السرور إلى قلوب العباد. وما أكثر القلوب المنكسرة، ما أكثر القلوب الحزينة،
تحتاج إلى التوسعة، تحتاج إلى لقمة عيش، تحتاج إلى فاتورة مأوى كهرباء قد أذلها، تحتاج إلى أداء ثمن كراء، تحتاج إلى أشياء كثيرة. فربنا عز وجل كريم، ومن بحث عنهم وطرق بابهم وأكرمهم سيجد هناك عندهم رب العالمين. الله عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. لا بد أن نسارع وإياكم أيها الأحباب الكرام في الإنفاق، وأن ننفق من طيب المال، لا ننفق. هناك بعض الناس حينما يريد أن يعطي يبحث في بيته وفي دكانه عن بعض المتلاشيات، عن ملابس أو عن أثواب أو عن أثاث متلاشي يريد أن يتخلص منه فيعطي منه، أو يبحث عن طعام أوشكت مدة صلاحيته فيجمعه في أكياس ويعطيه للفقراء والمساكين. هذا ليس إحسان. لابد أن تنفق مما تحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أن يكون المال طيب وتكون البضاعة طيبة تحبها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة وخرج للصلاة، بدأت أم المؤمنين تتصدق، فتصدقت بكل شاة إلا كتفها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، أين الشاة التي ذبحتها صباحا؟ قالت: يا رسول الله، تصدقت بها، ذهبت كلها وما بقي إلا كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا كتفها، ما تصدقنا به هو الباقي، وما بقي عندنا هو اللي سوف يذهب، نستهلكه وينتهي، أما ما تصدقنا به فهو باق عند الله. لهذا كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا أعجبه شيء من ماله وتعلقت به نفسه تصدق به لله لأجل أن يربحه ويلقاه فيما أمامه يوم القيامة، لأنه يعلم بأن المال الذي يتمسك به فهو إما زائل عنك، هذا المال إما أن يكون زائل عنك، وإما أن تزول عنه أنت، أو يتلف أو تتلف أنت، لكن الذي تنفقه هو الذي يبقى عند الله، وما عند الله باق. فالصدقة هي شيء عظيم وشيء مبارك، ربنا عز وجل يدفع بها البلاء، وهي أنجع دواء، وتدفع القضاء السوء، وتدفع ميتة السوء، حتى الميتة ميتة السوء ربنا يدفع عنك، تموت ميتة طيبة مباركة بين الأهل والأحباب. والصدقة تدافع عن صاحبها في القبر، فهناك ملائكة يحمونه من عذاب القبر. لهذا يقال بأن إذا مات ابن آدم فليتصدق أهله، أهل الميت يتصدقون عليه، لعل ميتكم يتعذب في قبره فتصدقوا عليه، فإن الصدقة تدافع عن صاحبها في القبر. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الصدقة من أسباب نيل الدرجات الرفيعة في جنات النعيم، وكلما أنفقتها فالحقيقة أن الذي يأخذها هو الله، يتقبلها الله بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل الجبل. لهذا أيها الأحباب الكرام، نريد أننا في هذه الأيام المتبقية من رمضان أن نجمع وإياكم بين الإحسان وبين الصيام، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوجه الخطاب للأمة الإسلامية جمعاء، يقول: أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. هناك أناس رب يكرمهم، أعطاهم الله الوفير، أعطاهم العزة، أعطاهم جبر الخاطر، ما سبب ذلك؟ هل هذا حظ سعيد؟ لا، إنه جهد جهيد، يتصدقون ويفعلون الخير. وربنا عز وجل يأمرنا بأن نسارع، لا نسوف، لا نسوف، علينا أن نسارع في الحال،
لأن الحياة قصيرة ويمكن أن نودع في أي لحظة. ربنا قال: وأنفقوا مما رزقكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. هناك مؤمنين يباغتهم الموت، يقف عليك ملك الموت يقول لك اجمع اجمع رحيلك سترحل. ما هو رحيلي؟ ما عندك مالك، لا تجمع اي شيء، حافي القدمين عاري الجسد. فيتمنى لو يعود ويتصدق. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب. لو بضعه ايام، بضعه ساعات حتى اكتب لهذا نصيب واعطي النصيب، لكن ربنا يقول جاءكم الاجل. وعلينا ان نبحث ايها الاحباب الكرام، لما نتصدق ننظر حولنا، الجيران الفقراء، العائله الفقراء، المقربين الفقراء، ندفعها للاحوج ونبدا بالقريب المحتاج اولى من غيره. لانك اذا اعطيت الصدقه لفقير من عائلتك عندك اجر الصدقة وأجر الصلة، أجران. ربنا قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. ابحث عن الأقارب أولا، أقاربك الضعفاء، ليس الأقارب الأغنياء. لا، إذا كان غنيا أو كان مستورا لا تعطيه، هذا لا يستحق. فالصدقة تعطى للفقراء. فإذا كان قريبك ضعيف وكان في وضعية صعبة هو أولى من الغريب، يعطي الضعيف أولا من عائلتك، ثم ابحث عن بقية الضعفاء. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يكرم عباده المؤمنين بالخيرات والبركات وجعلها تجارة لن تبور، ربحها مضمون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه تجارة فيها الإيمان بالله، فيها المصارعة للخيرات، وفيها الصدقات. ربنا عز وجل يريدنا أن نتاجر معه. هو سبحانه وتعالى يملك خزائن السماوات والأرض، خزائنه ملأى، يداه مبسوطتان، ينفق كيف يشاء. لكن الله تعالى يقول: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ووصف الله عز وجل عباده المؤمنين، قال بأنهم يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هكذا يسلم الستار عن بقية القصة، أن الحياة الدنيا قصيرة، ما فعلناه من خير سنجده عند نهاية الحياة وبداية الحياة في الدار الآخرة. ربنا يستقبل هؤلاء المنفقين والمتصدقين والمحسنين ويقول: أنتم يا من كنتم ترجون تجارة لن تبور ليوفيكم أجوركم ويزيدكم من فضله إنه غفور شكور. اللهم يا رب يا كريم وفقنا للعطاء ولو من القليل، وفقنا يا ربنا أن نكسب المال من الحلال، واجعلنا ننفقه على الفقراء والمساكين والمستحقين، وتقبله منا يا رب، ولا تجعل فيه منة، ولا تجعل فيه يا رب سيئة، واجعلنا من عبادك المقربين إليك. اللهم اجعلنا من المقربين إليك. آمين آمين. أيها الأحباب الكرام، اللحظة نفتح خطوطنا الهاتفية لاستقبال مكالماتكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52.